محمد الشيبي وسط الميدان بينية من جديد محاولة تحضير فرصة فرصة و... جول 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 محمد الخروي عبد البراط من فريق شباب السامي. أنا محاولة فرصة خطيرة فرصة الثانية ثاني مرة تجي أبي صلاتك من محاولة ممتازة فرصة رأسيو الهدف الأول لفائدة الشيبي اختراق من الشيبي تمرير من الشيبي فرصة والحارس حرمات التسديد يسدد ويضع الكرة في الشباك يسدد ويسكن الكرة الشباك مسعدا العشاق ومسجلا الهدف الأول لمصلحة فريق المهاجم تتواصل الفرصة وتستمر ضربة رأسية في الشباك ضربة رأسية في الشباك ثاني الأهداف ثاني الأهداف نعم لن يتراجع الدفاع بل سيواصل البحث والبل سيواصل التقدم بحث
فاتي تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء كره ممتازه راسيه فعال اشتعلت المدرجات 1-0 شوف ولد يدخل التسجيل هدف خامس ويسجل ريدا سليم يضع الكره في المرمى بطريقه جميله بطريقه غايه الروعه حارس في جهه والكره في جهه جيش الملكي يسجل ثاني اهدافه مع التمرير الثالث مريفا تمريره جيل وصل 70 محاوله ممتازه الجيش الملكي عن طريق اسماعيل خافي نعم كوقت بدا ضعف الوقت تبع المحاوله فرصه والهدف الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي وهدف تدويب الفريق هدف تدويب الفريق لفائده فريق الجيش الملكي هدف اللي جاب ترعير مشار مناصر فريق الجيش الملكي كره بينيه فرصه خطيره جول من أجل تمرير هذه الكرة البينية من أجل عبر الظهير إيمان وين العرضية الروسية جول إسماعيل خافي يضيف الهدف الثاني لفريق الجيش الملكي الهدف الشاسي الثاني للجيش الملكي من نفس اللاعب إسماعيل خافي يمر في عشر الفريق وبعد الكرات المادية دي محاولة خطيرة جول زكريا فاتي يعبد الطريق للنقاط المقاس هناك من هذا فاتي في أول لمسة من جانب أداب يبحث عن الرابع تسديدة جدا هذه المحاولة خطيرة يا أشرف ينقذ لكن ليس دائما تسلم الشر وفريق الجيش الملكي يسجل فريق الجيش الملكي بمعنوية عالية يسجل الهدف الأول من خلال هذه اللحظات أخرى كرة من جديد لمن كرة ممتازة لصالح هذا تدفيد لعبة الكرة دائرية رأسية